سيدة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، برحب بحضرتك معانا طبعا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، اهلا بيك. جهاز تنمية المشروعات اللي حضرتك برضو بتتحملي مسؤولية متابعته وقيادته، هو اللي قدم 150 نموذج دول، صح ولا انا غلطان؟ لا كلامك مظبوط، بس انا هقول لك حاجه قبل ما نتكلم على 150 دراسه. اتفضلي. استكمالا اللي حضرتك وضحته، ان مبادره حياه كريمه مش مجرد ان انا ارفع بنيه اساسيه وتحتيه. هو ده كان قصدي بالظبط. انا عايز اقول لك حياه كريمه ثلاث محاور: محور بنيه اساسيه، محور تنميه مجتمعيه، ومحور تنميه اقتصاديه. البنيه الاساسيه الناس كلها عارفاها، بنعمل الطرق وبنعمل محطات الصرف وترميم المنازل، ترميم دور الرعايه، توفير الخدمات الحكوميه، كل ده بيقع في محور التنميه، البنيه الاساسيه ومحور التنميه المجتمعيه. ايوه. طب احنا عملنا كده وما وفرناش دخل لائق لهذه المواطنين، مش هيحس بقيمة اللي الدولة قدمته له وعملته له. فالثلاث محاور دي محاور مكتملة. احنا دورنا في جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المسؤولة عن محور التنمية الاقتصادية، ومعانا عديد من الوزارات والجهات شريكة في هذا المحور. فأنا علشان أقدر أدرس أو أشوف إيه محور التنمية الاقتصادية، عملنا زيارة لل 52 مركز لل 1500 قرية. الجهاز نزل لل 1500 قرية، عملنا حضرتك دراسات تفصيلية على كل قرية، شفنا عدد سكاننا، شفنا نسبة التعليم فيها، شفنا نسبة المرأة، شفنا الميزة النسبية الموجودة في كل قرية. ليه عملنا الكلام ده؟ علشان لما يجي أعمل دراسة الجدوى، زي ما حضرتك قلت دراسة الجدوى اللي هتتعمل في ألمانيا تختلف عن المشروع اللي تعمل في الجيزة، يختلف عن المشروع اللي تعمل في قرى محافظات الوجه البحري. ابتدينا حضرتك نرصد الميزة النسبية اللي موجودة في هذه القرى، واشتغلنا على دراسات جدوى لمشروعات صناعات معدنية، صناعات تدوير، صناعات زراعية غذائية نسيجية ومفروشات، صناعات بلاستيكية، تربية ماشية واستزراع سمكي، صناعات تحف وحرف يدوية. كل قرية وكل مركز له من المميزات اللي تتناسب مع هذه الدراسات. اشتغلنا على الدراسات دي وأتحناها وهي موجودة طبعا في جميع فروعنا اللي بتغطي محافظات الجمهورية، عندنا 33 فرع بيغطوا 27 محافظة. في شق آخر برضو اشتغلنا عليه، وده بقى كوزارة التجارة والصناعة، إن مش كل المشروعات مشروعات بسيطة قوي زي ما حضرتك ذكرت، لا، عايزين نعمل نوع من التنمية لبعض المشروعات. فتم توجيه ان احنا نعمل زي مجمعات صناعيه صغيره في القرى الام، مش هيبقى على مستوى القريه، هيبقى على مستوى القريه الام، هم على مستوى 317 قريه. هناخد مساحات لا تتجاوز نص فدان او فدان، ويتم اقامه ورش او مجمعات صناعيه، ويكون في منطقه للمعارض بحيث برضو ان القاطني القرى يقدروا ان هم يقيموا مشروعاتهم في هذه المجمعات. منظومه متكامله زي ما انا قلت لسيادتك، الغرض منها فعلا ان احنا نصل بالمواطن، نرفع جوده الحياه بالنسبه له، وفعلا نصل ان هي تبقى حياه كريمه. انا دلوقتي واحد من اللي عايشين في ال 1500 قريه دول. ايوه. انا اعرف الاليق لي اللي يمشي معايا ازاي واكلم مين؟ يروح حضرتك فرع الجهاز عندنا في مركز المحافظة، ويشوف هو حضرتك بيتميز في ايه، يطلع على الدراسات يختار منها. ممكن يكون هو عنده مهارة في حاجة معينة، ما تكونش حتى المهارات دي مش من ضمن الدراسات اللي موجودة لدينا من الناس الفنيين اللي يقدروا ان هم يتيحوا له دراسة جدوى مناسبة، ويتيحوا كمان له مصدر التمويل المناسب. ده كنت عايز اسحرك عليه. انا دلوقتي هبدأ مشروع هيكلف 10,000 جنيه، هبدأ حاجة بسيطة كده هتكلفني 10,000 جنيه في اولها. يروح حضرتك جهاز المشروعات هيتيح له ال 10,000 جنيه. هقول لك ازاي. يا اما ياخد مباشرة من جهاز المشروعات، يا اما من خلال بعض الجمعيات اللي الجهاز بيتعامل معاها. وليه بنتعامل مع الجمعيات الأهلية؟ وطبعا الجمعيات الأهلية ليها معايير الاختيار عندنا. لازم ما انا كنت لسه هسألك، ده معناه انه هيبقى فيه شروط معينة؟ لا، هقول لحضرتك اهو شروط بسيطة.
لا انا الجمعيه لو انا هتعامل الجمعيه بيبقى انا حاطه شروط عشان اتعامل مع هذه الجمعيات، والجمعيه بتعيد الاقراض. ليه بقول لك جمعيه؟ لان الجمعيات بتقدر تصل لفئات مستهدفه ممكن انا وانا موجود الفرع بتاعي في المركز ما اعرفش اوصل لها. لكن في نفس الوقت لو هو عايز ياخد مباشره من الجهاز، انا كل اللي طالباه ان هو يكون كامل الاهليه، يكون حسن السمعه، يعني الاستعلام بتاعه يطلع حضرتك استعلام جيد، ومن خلال دراسه الجدوى اللي احنا بنديها له والجديه احنا بنتيح له التمويل اللي هو طالبه. طبعا انت بتتكلم في مبالغ بسيطه، لا احنا ممكن اتاحه التمويل لمبالغ يعني اكبر كمان من كده بكثير وفقا لدراسه الجدوى. ده بقى زي المشروعات اللي حضرتك بتتكلمي عنها اللي هي على النص فدان في 317 قريه. بالظبط. بتوصل بتوصل لقد ايه مثلا يا فندم؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه، لو الات ومعدات وراس مال عامل لو توصل 300,000 المشروع و500,000 بيتم اتاحته برضه. ما دي برضه ده ملفك من قبل وزاره التجاره والصناعه. ملفي الغالي. علشان يدخل، وممكن يبقوا اتنين تلاتة هم اللي داخلين المشروع الكبير ده. بالضبط. انا هقول لحضرتك حاجة، احنا الغرض من ده كله، ان احنا نوفر لهم فرصة عمل، ان انا ارفع من جودة الحياة. خليني اتفق مع سيادتك، الشغل اللي بيتعمل ده مشروع قومي حقيقي بجميع المقاييس، من اول تهيئة بنية تحتية، رصف طرق، توصيل غاز، رفع كفاءة للمنازل، رفع كفاءة للمدارس، هيبقى في أماكن لتقديم الخدمات الحكومية واستخراج كل شهاداتهم اللي طلبوها، شهادات ميلاد، شهادات وفاة، أي مستندات رسمية هتبقى بشكل إلكتروني. في طبعا وزارة الصحة عاملة رفع للمستشفيات وللوحدات الصحية اللي موجودة، كل ده ما يتم توفيره اذا لم يقترن بتنميه اقتصاديه. ما هو احنا انطباع العام عند الناس ان احنا انك داخله تغيري البنيه الاساسيه الحياة. هو ده الجزء اللي حضرتك اتكلمي عنه، انه دلوقتي لا احنا داخلين نعمل فرصه عمل. بالظبط. الدخل غير حياته، ارفع جوده الحياه. انا عملت له حضرتك الشارع، وعملت له البيت، وعملت له المستشفى، وما عندوش الدخل اللي يوفر له الحياه الكريمه فعلا، مش هيحس يعني هيبقى محتاج الدخل اللي هو يوفر له فعلا الحياه الكريمه. حياه كريمه زي ما قلت لك ثلاث محاور، رفع بنيه تحتيه، تنميه مجتمعيه، وتكتمل لازم بالتنميه الاقتصاديه. مين الشركاء اللي مع وزاره التجاره والصناعه على مستوى الجمعيات، على مستوى العمل الخاص؟ يعني هتبقى محتاجه تجيبي مكان من عند حد؟ لا انا عايز اقول لك حاجه، الجمعيات طبعا لا، في جمعيات كتير جدا، احنا بنتعامل مع 450 جمعيه. لكن انا هقول لك حاجه، لو انا اتكلمت على مين الشركاء اللي معايا وزاره التنميه المحليه، معايا وزاره التموين والتجاره الداخليه، معايا وزاره الزراعه، معايا وزاره التضامن، معايا وزاره القوى العامله، معايا وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. ما هم دول حضرتك دول حكومه دول. يعني انا هديك على سبيل المثال وزاره التموين. ليه بقول وزارة التموين؟ أنا أقول لحضرتك، لأن إحنا وزارة التموين كنا لينا مشروع في السابق لو حضرتك تتذكره، كنا بنعمل مشروع جمعيتي وهو إنشاء المجمعات الاستهلاكية على فما يمنعش إن هو لو عايز يعمل مشروع وينشئ على مستوى القرية أو على مستوى المركز مشروع، فأنا لازم بتعاون مع جمعيتي. لما انت بتقول لي حكومه، لا انا عندي مصادر، انا دول اللي بتعاون معاهم. فاهم، كمؤسسات الحكومه قصدي. لا 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 لا، مواصفات حكومه في ايه؟ لا انا بتكلم انه اجهزه انا بقول انه اجهزه الدوله دلوقتي بتساعدك في انك تعملي المشروع. طبعاً يعني طبعاً بتقدم له، هو بتقدم له، بتشاركه في البضاعه، هتقدم له بضاعه معينه هيبيعها. هو ده قصدي. بالظبط. عايزين انت حضرتك قلت وزارة التموين مثلا. بالظبط. ما يفتح حضرتك جمعيه او فرع لجمعيتك هيبقى محتاج هتديله بطريقه معينه ويسدد لها بطريقه معينه. بالظبط بالظبط. ويبقى فيها نوع من الرقابه ونوع من الحوكمه. طبعا بالظبط كده. وزاره التنميه المحليه، هو انا حضرتك ما بكلمك على مساحه الارض، هيبقى محتاج ترخيص ومحتاج تخصيص للارض. لا، الترخيص من الجهاز، الترخيص من الجهاز. لكن انا عشان يتيح لي المساحه اللي انا هشتغل عليها، اللي بقول لك عليها المجمعات دي، وزي انا بنسقها مع معالي وزير التنميه المحليه، هو هيديني من عنده، هيتيح للمشروعات دي الاراضي من خلال وزاره التنميه المحليه. ده اللي انا اقصده يعني. اتفضل. يعني التعاون مع كل وزاره الزراعه والاستصلاح الزراعي، في مشروعات زراعيه كتير هتتعمل،
فهحتاج الدعم الفني من وزارة الزراعة. هو أنا ممكن أروح للجهاز يا فندم برا ال 150 موديل دول، برا ال 150 دراسة جدوى، أقول لكم أنا عندي فكرة معينة عايز أعملها؟ طبعا. وهيتوفر لي نفس المساعدة، وهيوفر لك حضرتك نفس المساعدة. إحنا دور الجهاز الأساسي إتاحة الفرصة العمل. أنا عشان أتيح فرصة عمل بأتاحها من خلال مشروع. أي مشروع له مقومات، وأساسه مش مقومات حتى مالية بس، اللي عنده كمان المقومات خدمات غير مالية اللي هي استخراج مستندات المشروع، إن أنا أقدر أطلع السجل التجاري والبطاقة الضريبية، أقدر أطلع رخصة النشاط، وفي نفس الوقت إتاحة التمويل. سيدة نيفين جامع، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معنا، وزيرة التجارة والصناعة.